الله الرحمن الرحيم. معكم عزيز حسني، ملحن ومطرب. عزيز حسني، بدايتي كانت في اوائل الثمانينات، تحديدا 83 84. سجلت مجموعه من الاعمال الفنيه تحت رئاسه الراحل الموسيقار ديالنا الكبير السي احمد الرضاوي، وتعاملت مع الفرق الجهويه في الاوائل ديالي مع السي احمد الشجعي رحمه الله ومع السي ابراهيم العالمي بالنسبه لمدينه الدار البيضاء. وكانت الانطلاقه ديالي الفعليه 85 مع المطربة سمية قيصر في مهرجان الرباط، مهرجان المحمدية، المهرجان الأول للأغنية المغربية. ولحنت مجموعة ديال الأغاني تقريبا 120 أغنية، فيها معزوفات عالمية، فيها يعني موسيقى سورية، مجموعة من الأفلام عالمية وبعض المسلسلات المغربية وبعض الأفلام المغربية. و في الإطار الفني دائما اسعى ولا زلت اسعى للتعامل مع اصوات اللي كاينه. سبق لي ان تعاملت مع السي عبدالي بخياط، مع ايمن سميح، مطيب فارقات، محمود ادريسي، حيث ادريسي، سبادي، السي عبد المنعم، يعني جميع الاسماء الوزينه في الوطن ديالنا تعاملت معها، وتعاملت مع يعني اصوات خارج الوطن. ولا زلت اتعامل الان مع يعني مجموعه من الشباب، منهم حاتم إيدار، حاتم عمور. تعاملت مع مجرد في مسلسل أحلام نسيم، مع مريم بالمير في مسلسل الأبرياء، مع سعدادي في مسلسل صبر الحمام إلى آخره. هذه الأشياء كلها ربما يعني المسيرة الفنية اللي كانت فوق 30 أو 34 سنة، يعني عزيز حسني دائما يعاني من التهميش ودائما يعاني من الاقصاء. يعني مؤخرا ما زاد يعني النقطه التي افاضت الكاس هو بعد الجرائد الفرنسيه انهم داروا معايا واحد الحوار، ولكن المذيعه يعني فاجاتني بواحد السؤال، قالت لي يعني بالرغم من هادشي كله اللي قلتي بان بالكاد تعرف في المغرب، فما هو السبب؟ أنا علامة استفهام هذا الجواب، هذا السؤال تنطرحه على المسؤولين، لا في وزارة الثقافة ولا على الحكومة المغربية. علاش عزيز حسني من بعد 34 سنة، من بعد العطاء، من بعد الجوائز وشواهد التقدير، من بعد المهرجانات العالمية اللي حضرت فيها، من بعد كل الأشياء اللي قمت بها، بالكاد يعرف عزيز حسني في المغرب؟ هذا سؤال أنا توجه للمسؤولين في هذه البلاد السعيدة، وتنقول حرام أن التلاميذ ديالي اللي انا هو القدوه ديالو تيشوفوا عزيز حسني انه يعاني. فكيفاش هذا الشباب غادي 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 يحكم على استمراريه الفن وعلى على اساس انهم باش يدخلوا للفن؟ يعني هما واحد مجموعه الشباب وقع لهم احباط قبل ما يبداو. واحد المرض داخلي اللي اثر لي شويه على القلب ديالي، ارتجاجات في القلب وارتجاجات في الدماغ، مرات تجيني حاله اغماء. فيعني التجأت لبعض المكتب حقوق التأليف باش انه يتكلف بالملف ديالي، فرفض على انه ان يستقبلني، و بحجة انني تندوي بزاف. تيقول الناس بان عزيز حسني تيدوي بزاف، والناس تيعرفوني انا قليل الكلام جدا. ف باش ما نطولش على الاخوان، المهم هذه معاناة تنعيشها، وتنشكر كل الذين تعاطفوا مع المدونة ديالي او مع الكلمه ديالي اللي نشرت على الفيسبوك. وكنشكر بعض الجرائد الالكترونيه اللي تعاطفت معايا، وكان على المسؤولين انهم ياخذوا بعين الاعتبار هذه الاصوات الالاف اللي تضمنت مع عزيز حسني، الاف اللي تضمنت مع عزيز حسني، كان خصهم ياخذوها بعين الاعتبار. وانا تنقول واش هذه الاصوات المغربيه كلها اللي ايدت عزيز حسني ما كنحتاجوها حنايا غير في وقت الانتخابات. فاولا تنشكر المحطه ديالكم، تنشكر جريده اصوات، كما تنشكر سي خالد غزالي يعني على التفاهم ديالو، الجال عندي باش ياخذ هذه الكلمه ديالي. سي خالد تنعرفو اكثر من 30 سنه، يعني عاش معنا يعني كل المعاناه وكل الاشياء الجميله. واشكر كل الاخوان الذين يشتغلون معاه، وشكرا. متنساوش تتابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.